الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود اللقاء معكم في الحلقة السادسة في دروس أحكام الصيام المختصرة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عمن يرخص لهم الفطر في رمضان. الذين يرخص لهم الفطر نوعان: فئة يرخص لهم الفطر وعليهم فدية الصيام، وقسم آخر يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء، أي قضاء الصيام بعد شهر رمضان المبارك، مصداقا لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، أي الذين لا يستطيعون الصيام لسبب من الأسباب التالية: أولا العجز والشيخوخة، فالشيخ الكبير والعجوز الذي لا يستطيع تحمل مشقة الصيام فجائز له أن يفطر وعليه كفارة أو فدية الصيام ولا قضاء عليه، كما أن المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني إنسان عنده مرض مزمن، مرض في القلب، مرض في الرئتين، مرض معين الذي يلازمه لطيلة الوقت، هذا أيضا يجوز له الإفطار ولا قضاء عليه، إنما عليه فدية إطعام كل يوم مسكين. النوع الثالث هم أصحاب الأعمال الشاقة، وهنا نريد أن نتوقف حتى لا يفتح الباب هكذا دون قيود. فربما يأتي إنسان ويقول: أنا أعمل عمل شاق وأتصعب في الصيام والحر شديد ولا أتحمل العطش. نحن نقول هذه كلها ليست مبررات للإفطار في رمضان، إنما المقصود كما قال أهل العلم أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يطيقون الصيام إطلاقاً، كالذين مثلا كالذين يعملون في مناجم الفحم، أو كالسجين الذي حكم عليه بالأعمال الشاقة فهو يعمل في الصحراء أو في الجبال ويضرب الصخور ويكسر الحجارة، هؤلاء هم أصحاب الأعمال الشاقة. أما إنسان يعمل في مصنع أو في معمل أو في جراج أو في منجرة أو في حانوت أو في أي مكان عمل معين من هذه الأعمال التي يعملها الناس، فكل الأعمال فيها صعوبة وفيها مشقة، ولكن المقصود بالعمل الشاق هو الذي لا يستطيع الإنسان الصيام معه، بل ربما يهلك بسبب الصيام. لذا نبين الأمر جيدا وبصورة أوضح أن الذين يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم كفارة لا قضاء عليهم، إنما عليهم أن يدفعوا فدية، والفدية هي إطعام مسكين في كل يوم مسكين، وهم الشيخ الكبير والعجوز الذين لا يتحملون، جسدهم ضعيف ولا يتحملون الصيام، المريض مرض مزمن الذي لا يرجى برؤه، وصاحب أو أصحاب الأعمال الشاقة الذين يجهدهم أو ربما يهلكهم بالصيام. هؤلاء يجوز لهم الإفطار مع الفدية، أما ما عدا ذلك فيكون حكمهم حكما آخر نتحدث عنه في درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.